السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هنا قاسم قاسم يواصل الثورة. الرسالة هذه توضيح الموقف نتاعي من ما يحدث في تونس، وخاصة أتوجه بالرسالة هذه إلى الشباب الثوري اللي يتحمل المسؤولية فيما آلت إليه البلاد اليوم، وهم الثوار. نعم، لأنكم ما لقيتوش الوقت أو ما لقيتوش القاسم المشترك اللي عليه لازم تتنظموا وتحثوا البديل الجديد، يعني بديل المشروع الوطني. ولذلك نحب نقول لكم جاء الوقت اليوم باش تتفاهموا في كونفيرونس ناسيونال، وانا من ناحيتي قايم بواجبي، قاعد نتصل بكل رموز الثورة التونسية باش نشكلوا بديل يضرب عرض الحائط النهضة وكذلك نداء التجوع في نفس الوقت، وهذا هو الحل الصحيح والمرضي والبراغماتيكي. علاش الحكومة هذه ما يلزمهاش تطيح؟ لأنها باب على الكلاب حتى يحضر المشروع متاعكم. وقت اللي انتم تكونوا حاضرين وقتها تبدأ الخدمة، أما باش تونس ترجع الحزب التجمع وحزب مرزوق وحزب مرجان وإلا حزب السبسي، هذا من المستحيل. ولو أتوا بالجيش الأحمر بيجيبوش معهم الجيش الأحمر، لن يمروا في ما قاسم هوني، لن تمروا. مش الخلائق، جيبوا الجيش الأحمر. أنا راني أتحالف ديريكتومون مع إسرائيل، إذن إن شاء الله ننجحوا في المشروع الوطني ويحدث البديل، ونحب يعرضني السبسي، ونحب يعرضني حمى الهمامي، ونحب تعرضني ألفة يوسف، ويحب يعرضوني هذه جماعة التجمع. قرعة بوفلاجة نحرثها 50,000 مرة على ظهوركم، والأيام بيننا. إلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.